السلام عليكم، أهلين فيكم في تسريبات جديدة. طبعا تسريبات من البداية الأشخاص اللي يبون كل شيء بسرعة ما يبون يسمعون كلامي. تسريبات جديدة نتكلم عن الايفون، مش الايفون ايفون 12، لا الايفون السنة الجاية 2021. ان الايفون السنة الجاية راح يكون بدون مدخل شاحن، وراح ما يكون فيه نوتش. هذا الجهاز، هذا التسريبات كلها. خلصنا الفيديو، فإذا حاب تسرع عليه خلاص تسكر الفيديو خلاص شفت الشيء. فنبدأ نتكلم لكم الحين عن النوتش. السنة هذه طلعت تسريبات ان ابل راح تصقر النوتش، وانا قلت لكم في الفيديوهات اللي راحت ان ابل صقرت النوتش راح تتم سنة سنتين مثلا، بعدين راح تكنسل النوتش مثلا. ما راح اتكلم عن التقنية كيف راح تكنسل النوتش، الكاميرات وين راح تحطها، سبيكر هل راح تحطها تحت الشاشة. اتذكر، ايش رايكم كلمة اتذكر؟ في 2014. ليش اتذكر ذا الموقف؟ لان موقف او قرايل حق التسريب هذا اتذكرها، كنت بين الخبر والدمام، اذكرها في السياره رايح وقاري ذا الخبر ذيك الفتره، اتذكرها هناك، اذكرها الصباح كانت برضو. ابل ماخذ براءه اختراع ان السبيكر يكون تحت الشاشه. عارف ان في شركات كثيره سووها الحركه، ويوم سووها شركه ثانيه خلاص فقدت الامل، وما اتمنى ابل اصلا تسويها اصلا، لان اليوم سووها الكواليتي زفت، اسف على الكلمه، لكن كواليتي ان السبيكر تحت الشاشه تحس انه ما يكون ممتاز نفس السبيكر اللي يكون الخارجي. فنشوف ابل هل بتحط السبيكر تحت الشاشه، الاهتزاز راح يطلع بالذبذبات راح يكون واضح نفس اللي موجود ولا لا، ما ندري. وهل الكاميرا مثل ما احنا عارفين ان الكاميرا بعض الشركات تسوي لك هول في نفس الشاشه، هل ابل راح تسوي الكاميرا هول في نفس الشاشه ولا لا؟ لان لو تسوي هول في نفس الشاشه، الشركات الثانيه اللي سووا هول في نفس الشاشه كشكل يمكن افضل من النوتش، لكن الابيتشر حق الكاميرا ترى قللوه كثير. يعني الاجهزه القديمه مالتهم صارت افضل في اختطاف الاضاءه، افضل من الكاميرات الجديده اللي فيها الهول دي. ما تكلم عن الشركات بس خلاص سووا حركه حلوه نزلوه. طيب ترى انتم تراجعتوا، الناس كلهم ما يفهمون دشي ولا يبون دشي، خلاص بس سووا حركه حلوه صارت. طيب بس الاضاءه صارت اقل، الشركه بالنسبه لها الشكل اهم من الاداء. فالشركات الثانيه كذا، ما اتمنى ابل تسوي ذي الحركه. ما ادري بيسوون في الكاميرا، يمكن يرفعونها مره فوق على حدود الفريم، ما ادري، راح نشوف قدام. طبعا مش بس كاميرا، ان ابل مش بس عندها كاميرا، عندها كاميرا جهة اليمين ويم الكاميرا برضو حساس، وجهة اليسار برضو الدبث والفيس اي دي، يعني اشياء كثيرة تشوف النوتش كبير. في السنة هذه الحركة انها بترفع السبيكر او اللاقط فوق وتجمع من بعض بتصقر النوتش. السنة الجاية يقول لك لا بتكنسله كامل. طبعا انا قلت لكم صح انه ما راح تقدر تكنسل السنة الجاية مثلا، تعطي مجال للمطورين، لكن اتوقع ابل تسوي نفس حركة اليوم نزلت الايفون 6 ونزلت الايفون الكبير 6 بلس، ما خلت المطورين انهم يتاذون من ذي الحركه. خلاص نفس الاحجام، يعني تبرمج حق جهاز واحد يصير نفس الجهاز الكبير. فاتوقع ابل بتسوي ذي الحركه. ليش؟ لانه فكرت فيها الحين، لو تفتح، لو انك مبرمج انت تعرف الحركه، ان ابل اصلا ما تعطيك الحدود انك تبرمج فوق النوتش او على النوتش، ولا تعطيك الحدود انك تبرمج على مكان اللي تحت التشن، مكان الخروج بالبرامج، ذي المكان والمكان اللي فوق ذي بس حق ابل. فاتوقع ان تصغير النوتش، رفع النوتش ما راح يتدخل في ذا الشيء، فحركه حلوه من ابل كذا تقدر تكنسل ذا الشيء وخلاص تجبر المطورين. الحين جبر المطورين هم ان اجهزتهم وبرامجهم كلهم يدعمون النوتش علشان اداء البرامج يعني ما تعلق ولا شيء، فنشوف قدام ايش بتسوي. طيب خلصنا من النوتش، خلصنا من كل شيء، كيف راح يسوونه ما ندري، كلها اشاعات. في اشخاص قاعد يحلف يقول والله ما راح تسوي ذي الحركه. ليش تحلف؟ طيب نشوف قدام، احنا كل شيء يعني راح يبان قدام. طيب في اشخاص برضو تكلموا عن مدخل الشاحن، مدخل الشاحن خلاص اشاعات قويه ان ابل السنه الجايه ما راح يكون مدخل شاحن في الجهاز. كيف راح تقلب انه وايرلس كامل؟ ما ندري. طبعا دعم ذي الحركه صح، الاشخاص راح ينضرون، في اشخاص كثيره راح يقول لهم ليش ابل بتسوي ذي الحركه مو كويسه، لكن دفعه لحق التكنولوجيا تنزل لنا. تكنولوجيا الوايرلس الى الان عقيمه، الى الان قطعه تحط الجوال عليها بس، ما احس انها وايرلس اصلا. حتى ابل اتوقع ما تعتبر هذه الحركه وايرلس، والدليل انه يوم نزلت الساعه ترى نفس الحركه وايرلس، ان شحن الساعه انه بالدائره ذي حقت التشبك ما سمتها وايرلس، لكن بعدين يوم نزلت بالايفون سمتها وايرلس، مع ان ذي الحركه في الساعه عندي افضل انه يلصق وتقدر تحرك الساعه، هنا لا ما يلصق بس انك تحط عليه وايرلس. اتوقع ان السنه الجايه اذا نزلت الحركه خلاص ابل راح تدفع التكنولوجيا تنزل. يعني لو نرجع قبل 4 سنوات او 5 سنوات في مقاطع في اليوتيوب كثيره لحق شركات سووا الوايرلس الحقيقي، لكن الى الان ما نزل في السوق. انا اتمنى ذا الوايرلس ينزل يعني بالماجنتيك فيلد او المجال المغناطيسي، يوم سووه تشوف الجهاز عندك في ايدك قاعد يشحن من بعيد. ما راح نتكلم عن الامراض، ما الامراض وهم ما نزلوا الحين لانه في يمكن مشاكل، لكن ما رد راح ينزل
الوقت اللي جالسين الدراسات اللي جالسين عليها يدرسون كيف يخلونه خلاص يعني ما يتأثر جسم الإنسان فيه. فيمكن الايفون الجديد راح ينزل بالوايرلس بس، ولازم يكون في مدخل اللي تكلمنا عنه حسب التسريبات حق القلم، راح يكون ادابتر لحق الشحن او جهازك لو علق او شيء تركبه الكمبيوتر يمكن. لكن أبل لازم تسوي ذي الحركة علشان خلاص السنوات القادمة كل الأجهزة يعني تدفها أبل، والشركات خلاص تدف ذي الشيء مرضو مع أبل، خلاص تحول وايرلس كامل، جهازنا وايرلس، نتوهق احنا سنتين ثلاث سنوات خلاص كل شيء طبيعي عندهم، شنو بسلك تركب جهازك، نشوف قدام ايش بيسوون. بس هذا الاشاعات كلها. طبعا بعض الاشخاص يقول لك لا مستحيل أبل تسويها، الجهاز اللي بعده برضو راح يتم لايتنينج، والدليل انه ما في دليل. فنشوف قدام ايش بيسوون. انا بالنسبه لي راح ينتقلون، وما راح ينتقلون اليو اس بي سي، هذا الدليل ليش ما انتقلوا اليو اس بي سي، لانه ما يبون ينتقلون لك يو اس بي سي في الايفون وبعدها بسنه ينتقلون لك بورتلس او بدون اي مدخل. فابل جاهز على هذا الشيء. اسف اذا الاشخاص بيجون يقول لك اوه انت كيف تتكلم عن جهاز السنه الجايه بينزل والجهاز هذا ما نزل، احنا متشجع حق هذا الجهاز. انت اذا بتمشي مع التغنيه قبل جهازك ما ينزل، الجهاز الجديد ايفون 12 قبلها بيوم يطلع لك تسريبات، او قبلها بيومين تسريبات لحق الايفون بعد سنه وسنتين عادي. أبل ترى خلاص يعني الجهاز هذا جاهز، لازم تشتغل على الجهاز قدام. يعني لو 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 نعرف كل أسرار أبل ونعرف كل أسرار الشركات، يعني أبل ترى 4 سنوات 5 سنوات انتهى دراسة حق اللي قدام. يعني لو مخك مخ تيم كوك وتعرف شو اللي يفكر فيه تيم كوك الحين، ترى تيم كوك عندهم خطط لحق الايفونات الجاية بعد 4 سنوات أو 5 سنوات، عارفين كل شيء، عندهم أوراقهم كل شيء، لكن وقت ما يشتغلون عليه تطلع تسريبات حن. أوكي، فخلص الايفون 12 اللي بينزل هذه السنة، أبل قاعد تشتغل على الايفون 13 أو الايفون اللي بعده، تبدا التسريبات تطلع. اوكي، فروقنا واسف، لا تقول لي انتظر الايفون ال12 ولا انتظر الايفون اللي بعده اشتري، اشتر اي جهاز ينزل عندك الحين، محتاج اشتر، لا ما بمحتاج عادي تنتظر، انتظر السنه الجايه اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها لين ما تحتاج واشتر. اذا احتجت لا تسال احد، اشتر على طول، لا تسال احد. اوكي، بس ففي نهايه الفيديو شوفوا كيف الاجواء، فلا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، والاشتراك في حسابنا في السناب شات تشرف رضاتكم، وكتبوا لي تحت في التعليقات مستشجعين حق الايفون 12 ولا 13. وبس، السلام عليكم.